الله الله أكبر، بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتجل من تشاء بيدك الخير وعلى كل شيء قدير. وليلنا في النهار لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسألك اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المغيث المذل السميع البصير الحكام العادل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل الكبير الولي الحميد المسلم المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الظاهر الباطن الوالي المطالب البر التواب المنعم المنعم المنتقم اللفو الروف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المولى الموت المانيء الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرت Thank you.
عن ذكرك ذكره الغافلون اللهم صل على صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلاة وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى الهادي البرايا محمد بعود وباسم نقرأ ببداية قراءة قرآن لغير براءتي كلام كريم لا يمل سماعه جميع درسه لساني به عمر طهر سريرتي خلق حبه قلب العبيد ونفسه بجاه النبي ولا لكل صحابتي الى الخير وفق كل قول وناظري ثم بحسن الختامة الى الخير وفق كل قول وناظري وسمائه حبا بحسن الختامة من خير وفق كل قار وناظري وسمعي حبا بحسن الختام وسلم كل وفق وعيدا على المصطفى المحمود بكل حسنه وعلى واصحاب الله المتقين وتباعد باعني يوم القيامة لك الحمد من الأرض والجب من أما أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبة أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبة أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبة ثم تسليم وأزكى تحيتي على المصطفى الهادي البرايا محمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا فاعفو عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا
وبالهاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال زكاة، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وباللاد ضياء، وبالطاء طراوة، وبالله ظفرة، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كرامة، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا، وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلهان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرات أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدعام بغير مدعم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبته أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام، وارزقنا دام بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه وما ختمناه منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة نبيك وحبيبك شفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة سائر أنبياء الله تعالى وسائر أولياء الله تعالى وسائر مشايخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إلى حضرة أرواح آباء، اللهم إلى حضرة أرواح آبائه وأمهاته وصحابه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين يا رب العالمين. اللهم إلى حضرة القطب الرباني الغوث السمداني القدي النوراني الشيخ محيي الدين السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذين، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ بهاء الدين النقشبندي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ محيي الدين بن عربي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ أجا معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره اللذين. اللهم إلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ أحمد السهرندي الفاروقي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ عبد القادر الصوفي القادري سكندرآبادي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ إسماعيل الصوفي المنزوبي السالكي قدس الله سره اللذين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد عبد القادر الصوفي القادري الحيدرآبادي قدس الله سره اللذين، خصوصا إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة عيننا وثمرة فؤادنا الشيخ عبد القادر العالم الصوفي الصديقي القادري القاهري قدس الله سره اللذيذ، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة عيننا وثمرة فؤادنا الشيخ السيد محمد جلال الدين الصوفي القادري الحسني الأندري قدس الله سره اللذيذ، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة عيننا وثمرة فؤادنا الشيخ محمد علي سيف الدين الصوفي القادري القاهري قدس الله سره اللذيذ. اللهم إلى حضرة سائر مشايخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم، فضلا لا فضلهم، كرامة لا كراماتهم،
ورفاتنا لا رفاتهم ودرجتنا لا درجتهم لديك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا من فيوضاتهم واسرارهم وانوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم امدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم الى حضرة من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم الى حضرة من دفنوا حوالي هذا المسجد من الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا وآتهم خيرا في أمورنا وأمورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مغلانا يا شافي الأمراض بحق هؤلاء الشرفاء المذكورين يا رب العالمين. اللهم حصل مرادنا ومراد من تعلق بنا ومراد من أوصانا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هؤلاء الشرفاء المذكورين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلِّ وسلِّم.